الدرينكس ابتسامة حلوة قوي، عايزة بريزانس، عايزة كلاس، مش عايزة ولا غلطة. ألف ألف مبروك يا مدام معجة، لطفي بيضة راجل هايل، ربنا بقى يسعدكم إن شاء الله يا رب. وعقبالكم أنتوا كمان، قدامكم قد إيه؟ هانت الحمد لله من 3 لـ7 سنين كده إن شاء الله. أخيراً. حاجة غريبة، حد يسأل واحد داخل بيتهم يقول له انت رايح فين؟ فيك الدنيا بتنطط في وشي، لو ما انكشحتش من هنا مش هيحصل لك. طيب انا مش عارف ليه كل ما تشوف وشي تغلي في روحك كده. انا مستنية ناس دلوقتي ومش عايزة حد يشوف وشك عندي، كفاية اللي حصل لي المرة اللي فاتت. اتفضل امشي من هنا. الله، امشي واسيب الناس اللي جاية بيتي؟ طب ارحب بيهم حتى، احنا برضو ناس بتفهم في الاصول. يا رافض تعالي يلا طلعوا بره. محسن ده ايه المفاجأة الحلوة دي يا فندم؟ ازيك يا تهاني؟ ازيك؟ لا 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 لا، معقولة ده رب عيالي النهارده يا باشا؟ ازيك يا رأفت؟ وازاي امك؟ الحمد لله، كانت عاملة جمعية سيادتك عشان تجيب لنا الملايات بتاعت السرير وكياس المخدات، جت تدفع القسط خسعت معاها يا باشا. طلعت متعسرة رخرة، وعملت ايه؟ ابدا، جت استلفت من امي. يلا بره بره. طب ثانية واحدة، بره ثانية واحدة والنبي يا مدام هتصور مع الباشا. امسك دي، صورني يا رأفت مع الباشا. الضحكة الحلوة بقى يا باشا. يلا امشي برا انت وهو. يلا والله عيال زي الفل، انا بحب العيال دي قوي. بصي، بالرغم من ظروفهم الاقتصادية الصعبة، شو بيحبوا بعض قد ايه، ربنا يسعدهم يا رب. بتيجي نعتزل الناس اللي جاية دول وناكل لقمة خفيفة وننام بدري. هو انت ما تعرفش ان انا مجنونة؟ ولما الجنونة بتركبني ما بشوفش قدامي. ايه بقى؟ ايه؟ لطفي لطفي استني يا لطفي. لطفي استني يا لطفي. لطفي استني يا لطفي. خلاص يا محسن باشا، خلاص يا مهجة هانم، اتحلت. ازاي؟ بعد دراسة الموقف لقينا ان مفيش حل غير الدمج. ايه؟ شركات سعادتك هتندمج مع شركات الهانم في اتحاد اقتصادي لتكوين جروب سميناه اتش ام جروب، شركات محسن هنداوي ومهجة النشار العالمية للتجارة. انا مش ممكن اشارك الحيوان ده. استني بس، والدمج ده فائدته ايه؟ لما يحصل دمج بين شركة سعادتك وشركتها، البنك ممكن يديلك قرض يقوم الشركتين دول مع بعض، والقرض لن يقل عن 1,200,000,000. مليار ومئتين. مليار ومئتين. عملت دمج بين شركتك وشركة موجة النشار، وطلبت قرض من بنك الأمان، والبنك معصلك شوية، وانت جايلي دلوقتي علشان أزق لك القرض ده. اللهم صل على النبي. ايه ده يا باشا ده؟ مكشوف عنك الحجاب. احنا طبعا باستمرار بنحاول نقف جنب رجال الأعمال اللي بيحبوا بلدهم ونخليهم يقفوا على رجليهم تاني، بس انت موقفك حساس قوي يا هنداوي. هو بس في حاجة واحدة يعني عايز اقولها لسيادتك. حاجة دي؟ احنا معانا شريك تالت في الجروب. مين؟ بوبوس. يعني ايه 1,200,000,000؟ ما يفضلش منهم ولا مليم. كنا عملنا الشركة المهببة دي ليه؟ يا مهجة هانم، احنا كان علينا فلوس كتير قوي، والمصانع كانت شبه متوقفة، والعمال كان بقالهم 6 شهور ما قبضوش، ده غير عمولة البنك. طب والله احنا ما خدنا عمولتنا ولا حتى المصاريف. يا طبطب ودلع، يا يقول لنا اتغيرت عليه، انا زعل أولع
ما هو كل ده عايزنا ارضي التكة فانا بنكة التيتاتو التاتيتاتاتي. انا كان مالي ومال الغلب ده؟ واحد متعسر ومديون، بدل ما تخلصوني منه وتربطوني بيه. البيت ده بقى كله نكد، انا ما بقتش طايق اعيش فيه. ما تسيبه يا اخي وتغور في 60 داهية. ارفع قضية سب وقذف. شوف بتقول له غور في 60 داهية، اطلب تعويض كبير. يا هانم من فضلك اهدي شوية وبلاش توقعينا في الغلط، دي ناس عايزة تجيب فلوس بأي شكل. طيب طيب اسمع، أنا اللي حاسب لك البيت وهبيع لك النص بتاعي. وأنا شاري إيدك بقى على 20 مليون وامشي دلوقتي. طيب ما تاخد أنت النص بتاعي واديني 12 مليون. يا أخوانا الحل موجود، حد يجي يشيل الليل على بعضها، كل واحد فيكم ياخد حقه ويا دار ما دخلك شر. ده هو راجل اعمال بجد، عمره ما تعثر، البورصه تطلع تنزل تفلس هو ما يتاثرش. كل يوم الصبح يخش له كده على الريق 5 مليون. يا سلام. يعني في الثانيه 75 جنيه. في الثانيه 75 جنيه يعني في الشويه اللي احنا اتكلمنا فيهم دول طلع له ب 600 هي مثلا تقريبا. السلام عليكم. اهلا 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 يا باشا. مهج هانم النشار، دي فرصه سهيه. اهلا وسهلا. في العطسه دي عمل له ب 500 جنيه. محسن هنداوي. عطيات الانفوشي اخت عبد الحميد دي الصغيره. اهلا مدام فنكوشي، اهلا وسهلا. انتوا متجوزين؟ لا لا، احنا يا دوبك شركة في الفيلا بس. معقول انا بص الواحد زي دي؟ تعالى يا فندم تعالى افرجك على القصر. تعالى احنا نقعد هنا، اتفضلي اتفضلي يا هما عقبال ما تفرجوا على القصر. على فكرة أنا بحب الأنفوش جدا، لما بروح اسكندرية ما بقعدش غير في الأنفوش. أنا لما بروح الأنفوشي بأنفش. دي أوضة، أوضة اشحال ما كنتش هتجوز في أوضة. دي أوضة في بيتنا، هي أوضة في بيتكو. وبعدين أنا أبويا وأمي قفلوا البلكونة بتاعت المطبخ عشان يناموا فيها. هننام على البلاط بقى يا رفض؟ ما السرير موجود والمرتبة موجودة. طب ومولة السرير؟ يا سلام، جوازها هتبوظ عشان مولة السرير؟ وبعدين انا دافع المقدم بتاع المولة من 3 اشهر، وكل شويه ادفع عرافه تدفع عرافه. هو في حد فيكم بيدفع حاجه؟ الست مننا لما بتبقى وحيده نفسها بتتسد عن الدنيا خالص. وحيده؟ وحيده زي هانم؟ يا الرجاله عميت. اللي انت تقدر تشوفه يا عبد الحميد بيه غيرك ما يقدرش. واو، في ايه؟ عينيك يا عبد الحميد بيه لونهم يجنن، ما حصلش، ما كنتش واخده بالي. عيني انا؟ ده ما حدش قالهالي في حياتي. ده ابويا الله يرحمه لما كان ساعات يدلعني كان يقول لي يا معمص. ما قلتليش بقى انت عايزه تبيعي الفيلا ليه؟ في حاجه؟ ما هو يعني انا لو كنت لقيت الراجل المناسب اللي شاركني حياتي ما كنتش هفكر ابيعها. انا ما بيهمنيش شكل الراجل، انا اكتر حاجه تهمني في الراجل حنيته، ده اللي انا بفتقده، الحنان. يا لهوي، انا لو كنت لقيت الست اللي احس معاها بالامان انا ما كنتش بعت البيت ده. صدق بالله يا حاجه. لا اله الا الله. انا اتشددت ليكي من اول ما دخلتي باب الفيلا، عارفه وانت بتاخدي حقنه الانسولين حسيت ان السكر بيتدلدق من شفايفك. ولو انت بتاخدي دواء الضغط، ضغط انا اللي علي احساسا بيكي، ولا دواء الحموضه وانت بتاخدي الفوار حسيت ان قلبي هو اللي بيفور. محسن بيه، ايه؟ ما تنساش ان اخويا عبد الحميد بيه هنا. انا مش شايف حد غيرك. طب ومهجه؟ مهجه؟ مهجه مين؟ مالك يا ولادي؟ قول لي بقى ايه رايك في القصر، عجبك؟ عجبني، ودي عايزه كلام. وعجبتني صاحبه القصر. امال ايه؟ انا كنت فاكرك ملاك ملاك، اتاري حبك هلاك،
عطيات انت بتعمل ايه يا راجل انت؟ بعمل لها تنفس صناعي. اصل كنت بلعب سدوك انا وهي ففيصت مني. وسخاتك دي تعملها بره البيت ده، ده بيت محترم. بقول لك ايه؟ اتكلمي في النص اللي يخصك. النص اللي يخصني هنعمل فيه اللي انا عايزه، وبعدين انا مش هبيع بقى. عايزه تبيع انت احنا نشتري. انتوا مين انتوا؟ انا وقطعيته خطيبتي. مش كده قطعيته؟ قطعيته وخطيبتك من امتى عطيات؟ انت اتجننتي؟ اسمع يا عبد الحميد، دي حياتي الخاصة وما احبش حد يتدخل فيها ابدا. يا جماعة يا جماعة صلوا على النبي. اللهم صل عليه. انا مش شايف اي خلاف بينكم، انتوا تقريبا متفقين. متفقين على ايه؟ على الدمج. على ايه؟ انتوا لو عملتوا دمج بين شركاتكم هتبقوا اكبر قوة اقتصادية في البلد كلها، ولا ايه يا نبيب بيه؟ ها HMAA Group. عملتم دمج بين شركتكم وشركات عبد الحميد الأنفوشي وعطيات الأنفوشي في مشروع جواز كمان، يعني دمج اقتصادي على عائلي، وطلبتم قرض من بنك الفرار، وانت جاي لي دلوقتي عشان ازق لك القرض ده، مظبوط؟ انا رحت جبته من المدرسه اهو. انا مش هتكلم، بابا هو اللي هتكلم. يلا قول لي بابا انا قلت لك تقول له ايه واحنا جايين. ادي الكارد لانكل يا داد. انت عيني كميل وامه. بابا هو اللي هيبقى ضامن القرض يا باشا. اجيب من انت هنا يا تهاني؟ محدش راضي يسلفني، اعمل ايه يا عمي؟ اسرق؟ خلاص بقى خليني قاعده جنبك، شكلنا كده ولا هنعرف نتجوز ولا نتنيل في سنتنا. وانا اعمل ايه يا تهاني؟ اعمل ايه؟ انا داير زي الحمار في ساقيه، من هنا للتوك توك للكومباوند. انا بقالي 9 سنين ما غفلتش، ارحميني. انا بنام وانا واقف يا تهاني. اعمل لي قهوه رافض. حاضر يا باشا. واخرتها يا رافض؟ اخرتها ولع في نفسي عشان اخلص من العيشه واللي عايشينها. انا اللي طهقت لما انت مش قادر انك تحب وتتجوز، كنت بتقعدني جنبك. بقولك يا تهاني انا مش ناقص ولا انا ناقصه يا اخي. انا كرهت عشتي بسببك. 9 سنين 9 سنين مرميه جنبك ومستنياك، كل يوم تقول بكره نخلص بعده نخلص وما بنخلص. كفايه بقى، كفايه قوي لحد كده. انت زعلتها ليه يا رأفت؟ مش انا اللي زعلتها يا باشا، انت اللي زعلتها. انا يا ابني قربت لها ولا جيت ناحيتها؟ انتوا اللي عملتوا فينا كده يا باشا. الفلوس اللي انتوا غرقانين فيها دي فلوسنا احنا، نشفتوها يا باشا وصمصتوها. أنا كنت بحبك يا باشا، والله كنت بحبك. بس لما عشرتك عرفتك على حقيقتك. أنت واللي زيك السبب في اللي إحنا فيه ده يا باشا. المية جنيه اللي أنت ماضي لي عليها إيه؟ مش عايزها يا باشا. مش عايزها.
اللي وقفهم هنا دول؟ خش ورا ورا.